هنبدأ بقى إن إحنا نتكلم عن السورسز بتاعة الانترابت بتاعتي، إيه اللي بينفذ لي الانترابت أو إيه اللي بيسبب لي انترابت، تمام؟ فأنا في عندي حاجتين، هاردوير سوفتوير، تمام؟ هاردوير زي إيه؟ بريفرال خلص مثلا الحاجة اللي هو بيعملها، تايمر خلص الحاجة اللي هو بيعملها فإداني انترابت، تمام؟ أو مثلا في عندي مثلا بن، تمام؟ اتغير القيمة بتاعتها، ده الهاردوير وده اللي موجود عندي في الـ AVR. طب ايه السوفت وير؟ السوفت وير ده انا دلوقتي بكتب انستراكشن، تمام؟ والانستراكشن ده هو بيديلي انترابت، تمام؟ بس ده موجود في الارم، فانا للاسف مش هقدر ان انا اقوله لك دلوقتي، تمام؟ لما نبدا بقى ان احنا ندخل في الارم، لو دخلنا يعني ان شاء الله هبدا ان انا اقوله لك، تمام؟ بعد كده في نوت لازم اكون اعرفها، تمام؟ انا في عندي في الاي في ار حاجه اسمها الاي بت. ايه الاي بت؟ تمام، ديت عباره عن بتايه اسمها جلوبال انتربت انيبل، تمام؟ تعمل لي ايه بقى الجلوبال انتربت انيبل دي؟ بتقفل لي الانتربت خالص، تمام، او بتشغله لي. البتايه ديت لو خليتها بواحد فانا كده مشغل الانتربت عادي، طب لو خليتها بصفر فلا انا كده مفيش عندي انتربت، تمام. ومن هنا بقى هنبدأ ان احنا نخش في انواع الانتربت. طب انواع الانتربت عندي ايه؟ في عندي للانتربت نوعين، ماسكابل انتربت ونون ماسكابل، تمام. ايه الماسكابل؟ ده انتربت بيعتمد على الاي بت، الانتربت ده بيحصل لي لو الاي بت كانت ب1 بس، تمام. طب لو كانت بصفر؟ لا، مش لو جالي مثلا سي مثلا انا في عندي بن، تمام، البن ديت انا عاملها انتربت لما وموصل عليها زرار، لما الزرار ده حد يدوس عليه يحصل لي انتربت وانا قافل الاي بت، فبالتالي مهما انا دوست على الزرار هو مش هيحصل لي حاجه، تمام. فالماسكابل انتربت ديت هم عباره عن انتربت، مجموعه من الانتربت، تمام، بيتقفلوا بالاي بت، اقدر ان انا اقفلهم بالاي بت عادي، يعني حصل لي انتربت بسبب مثلا ان انا دوست على البنايه فلا ومش هيحصل لي انتربت بسبب ان انا مخلي الاي بت بزيرو، لو مخليها بون فلا هيحصل لي انتربت عادي، تمام. دي موجوده في ريجستر تقريبا اسمه اس ريجستر، اس ار اي جي تقريبا، تمام. هنفتح نشوفها في الداتا شيت، البنايه رقم 7 فيه، فانا لو عايز اعمل لها ست فانا بقول اس ريجستر ايكوال 1 اور ايكوال 1 شيفت ليفت ب7، تمام. عايز اعمل لها كلير نفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، تمام. طب ايه النون ماسكابل انتربت؟ ديت انتربت لو انا مشغل الاي بت، مش مشغلها الاي بت بواحد الاي بت بزيرو فلا هي ملهاش دعوه، هي عباره عن انتربت لا تعتمد بتاتا على الاي بت، زي ايه؟ زي الريست، تمام. انت مشغل الاي بت مش مشغل الاي بت، لو فاكر احنا كنا بنقعد نكتب اكواد مثلا وما كناش بنعمل حاجه في الاس ريجستر في الجي بي اي او، تمام؟ ولما كنت بدوس على الريسيت على الكتاية لا كان عادي الكود بيعيد من الأول، تمام؟ طب أنا إمتى بقفل الأي بت؟ لو أنا شغال في حاجة ومش عايز فيه انتربت تحصل، تمام؟ طب في أبلكيشن على كده؟ مثلا أنا مشغل للداية ومش عايز للداية ديت مهما حصل تقفل، تمام؟ وأنا والله أنا عامل external interrupt على بناية معينة، فانا عايز ان انا في وقت معين مثلا من الثانية واحد للثانية ثلاثة لا انا مش عايز الليد ديت تقفل خالص، فانا باجي من الثانية واحد للثانية ثلاثة اقفل اقفل الاي بت، ليه ابلكيشنز يعني هنبص عليها بعدين، تمام. بعد كده بقى لا نكمل الفيديو الجاي.